نتأخر يوما من الأيام في فداء مصر أولا، وإحنا كمان فداكم، وتوصية الشيخ زايد وإلحاح الشيخ محمد على هذا الكلام دائما وأبدا في كل مجلس وفي كل منبر، بل هو نهج من مناهج دراستنا إن شاء الله، أن الدفاع عن مصر واجب قومي الإمارات. بذاتنا معاك، حتى لو لا نشرب ولا نأكل في هذه البلد إلا وجبة واحدة في الشهر فإننا معاك. ربنا يبارك فيك. صمد، والشعب المصري صمد، والجيش المصري صمد، وسيصمد لأنك على حق ليس على باطل، والحق دائما منتصر، ولكن يبقى صبر، والصبر من الله جل جلاله، ونحن وإياكم إن شاء الله في خندق واحد حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله على كل إرهابي وخائن. نحن معكم وسنبقى معكم سيدي.